تخرجش الكره. هناك زياده عدديه في خط الهجوم، يجب ان تستغل هذه الزياده العدديه. شير بالغزواني سدد كورتو، مزر الخطوره، يلا يوسف ادريسي قداوي، والهدف الهدف الثاني ليوسف الادريسي، يسجل هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي بعد مجهود لشير بالغزواني. وصل كورتو ليوسف القديوي، هنا الاعاده، شير بالغزواني سددها في المره الاولى. عبد الرزاق حمد الله تفاعل كما يتفاعل المهاجم الجيد مع الكره الاخيره التي تصل ليوسف القديوي الذي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. هدف من صناعه محليه 100% من اللاعبين المحترفين بالبطوله الوطنيه، مع اسهام واضح لشير بالغزواني. هدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الوطني على بعد 9 دقائق من موعد النهايه.